إذا وضعنا الجثة داخل مادة عسل النحل هل تتحلل الجثة أم لا؟ سؤال ظريف جدا. هو عسل النحل من الحاجات المهمة جدا اللي هي بتساعد على التئام الجروح وحاجات زي كده، ولكنها لن تحمي الجثة. هي كل اللي هتعمله ان هي هتخلي كمية كبيرة جدا من الحشرات هتيجي على الجثمان عشان العسل، ودي كانت طريقة من الطرق اللي تستخدم زمان في العصور الوسطى من طرق الإعدام. كانوا عشان يعدموا شخص يجيبوه يحطوا عليه عسل ولبن، يخلوه الأول يشرب لبن كمية كبيرة جدا وبعدين يحطوا عليه عسل، فتيجي الحشرات كلها تقف على جسمه وتقعد تنهش في جسمه، وبتاع بعد عدة أيام بتؤدي للوفاة. طريقة بشعة جدا في الإعدام، ولكنها هتؤدي زي ما قلت لحضرتك كده بالمنظر اللي أنا قلت لحضرتك، هتخلي الحشرات كلها تيجي على الجثة.